السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الله ياسر العلاوي، طالب في آخر سنة في كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أول اختبار حقيقي، أول اختبار نصفي في هذه الكلية، كانت درجتي F، وهذا بداية الموضوع. طيب، في البداية عشان نكون متفقين، ما احنا قاعدين نستعرض قصة نجاح. فبعد ما أخذت F ما رحت أسس شركة، وبعد ما أخذت F ما صرت رئيس قسم طب الأسنان بالمستشفى الجامعي. ليش لا؟ إن شاء الله. لكن لسه طالب، والتجربة هذه البسيطة علمتني أشياء كثيرة ممكن إن احنا نتناقش فيها. يا جماعة، أنا مجهز إضاءة كويسة والله، لكن اللمبة انحرقت فعاد مشوها. كونك قاعد تشوف السنابات هذه او قاعد تشوف الفيديو هذا، فاما انك طالب طب او طالب الطب، او ان هدفك انك تكون من طلاب الطب، او انك خريج وطبيب، في كل الاحوال احنا في كل هذه الحالات يعتبر مستوانا ممتاز. فاحنا تقريبا دوافير قاعدين نتكلم مع بعض. 12 سنه من تجميع شهادات الشكر والتقدير، ودائما نتنافس انه نكون الاوائل على المدرسه، ومع اول يوم في كليه الطب انت اليوم الطبيب الدكتور قدام اهلك. بعد شهرين من هذاك اليوم تبدأ الاختبارات النصفية، وفي أول اختبار نصفي في مادة الأناتومي، مادة التشريح العام، درجتي وقتها كانت 13 أو 14 من 30 F، فكانت صدمة قوية للطالب دافور سابقا. وغلطتي كانت إني ما كنت أعرف طريقة المذاكرة الصحيحة، عفوا ما في طريقة مذاكرة صحيحة، ما كنت أعرف طريقة المذاكرة المناسبة لي، لأنه طبيعي إنه كل شخص فينا له طريقة مذاكرة مختلفة. فذا اليوم حنتكلم عن ثلاثة أشياء. أول شيء منهم راح يكون جرب 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 تذاكر اكثر من طريقه مذاكره الى ما توصل لطريقه المذاكره المناسبه لك. مو شرط انه طريقه المذاكره اللي متعود عليها من 12 سنه هي نفسها اللي تنفع للفتره الحاليه في كليه الطب او التخصصات الصحيه او في تصور الجامعه بشكل عام. دوبي في الصدفه اشوف في تويتر تصويت من حساب طبيب لطلاب الطب عن اكثر السنوات صعوبه في كليه الطب، السنه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. تقريبا نص اللي صوتوا يقول السنه الثانيه، والربع السنه الثالثه. في السنوات الأساسية، السنوات الأولى في كليات الطب، السنة الثانية، السنة الثالثة، صعوبة هذه السنوات في أنها بيئة جديدة لسه عم تعرف لها، ولا أنت عارف كيف تذاكر وكيف تستعد بشكل ممتاز لهذه المواد. أفضل طريقة أنك تجرب كل طرق المذاكرة المتاحة قدامك، تذاكر في جروبات، تسمع المحاضرة وتذاكر، تذاكر بأكثر من طريقة لما توصل لطريقة المذاكرة المناسبة لك. النقطة الثانية ممكن ما نتفق عليها بشكل كامل، ولكن أسمعوا. عادة لما تكون في نتيجة مختلفة عن توقعات، نتيجة سيئة في اختبار من الاختبارات، نتيجة سيئة في مادة من المواد، يكون في أكثر من عامل وأكثر من سبب أدى لهذه النتيجة. ممكن يكون مثلا الدكتور ما يفهم، ممكن تكون ظروف عائلية أو أي ظرف من الظروف اللي خارج عن الإرادة. ولكن إلا ما يكون في نسبة من الخطأ عليك أنت، سواء ارتفعت هذه النسبة أو قلت، ولكن في نسبة من الخطأ عليك أنت، اعترف بهذه النسبة، اعترف بخطأك، لأنه هذا الشيء هو اللي قابل للتغيير، وهذا الشيء اللي أنت تقدر تغيره، وهذا الشيء هو اللي حيحسن من أدائك، وأنت في الأخير مستفيد. أخيرا دوب أتذكر أول سنابة وأنا أقول عبد الله ياسر العلاوي طالب في آخر سنة في كلية طب الأسنان، وأتذكر أول يوم، أتذكر أول اختبار، وأحس إنه الفرق بينهم بسيط لدرجة إنه في معلومات أنا ما متأكد أخذتها في سنة ثالث ولا في سنة رابع، لأنه السنوات قاعدة تدخل في بعض. فمهما طالت السنوات، 6 سنوات 7 سنوات، في الأخير مصير الرحلة هذه تنتهي. شكرا لكم على وقتكم، اخوكم عبد الله. في السناب شات نتكلم عن مواضيع زي كذا، مواضيع مختلفه، فحياكم الله جميعا، في امان الكريم.